هشام نقطة الحراسة دي في كل المناطق وتقبض على كل المشتبه فيهم. أشرف فندم المراقب مضاعف 24 ساعة من 24 ساعة. عصام أفندم كل قرايب عمر الصناديلي أهله ومعارفه وأصدقائه وكل من يمت إليه بصلة يكون يوميا في مديرية الأمن يتسألوا مرة و22 حتى الصحفية عصمت يا فندم. بالذات الصحفية عصمت. أنا معاك مين يا هبة؟ مباحث أمن الدولة. خير يا فندم. فين مدام عزمة؟ عزمة أختي؟ أيوه. دي مشيت من امبارح. مشيت إزاي وعربيتها برا؟ أصلها قالت إن عربيتها عطلت وخدت عربية أحمد ابني. نزل بلاغ بنمرة العربية ولونها وماركتها. العربية تجيلي من تحت الأرض. كان معاها حد لما خرجت؟ لا يا فندم ما كانش معاها حد، كانت لوحدها. ما شفتهاش رجعت تاني؟ لا يا فندم ما رجعتش. ملناش حاجة يا فندم. أهلا يا دكتور. هو مش حضرتك عصمت عبد العزيز رئيسة قسم الحوادث والأخبار؟ لو تفتكر انا كنت جيت لسيادتك بخصوص موضوع حبيبه. ايوه انت عمر الصناديل. ايوه مظبوط يا فندم. اهلا وسهلا. في الحقيقه انا كنت جاي لحضرتك بخصوص نفس الموضوع. الدواء اللي حضرتك كتبته الحبيبه خلص ومحتاج لتجديد. يعني ايه ما لقيتوهاش؟ العربيه لسه زي ما هي. ثبت الحراس عليها يا محمد. لحظة ما تلاقوها تبلغوني. رخصك وافتح الشنطة اللي ورا. لجنة مرور يا ست، البلد مقلوبة، ربنا يسترها. طب خش يمين يا اسطى. ايه؟ خش يمين. حاضر. امسك بسرعة. المعادي لو سمحت. عمر
عمر مش هنا يا عزمت. انا طردته. طردته؟ ايوه طردته. طردته ازاي؟ عمر راح فين يا علاء؟ اهدي يا عزمت واسمعيني. مش هيهدك الا لما تقولي عمر راح فين يا علاء. انت اتكلم. فوقي فوقي بقى يا عزمت. انت ماشيه في طريق غلط ومش دريانه باللي بيحصل وحد ودي نفسك في داهيه. انت مين اداك الحق تتدخل في حياتي؟ كان لازم حد يتدخل علشان تفوقي وتبعدي نفسك عن الجبان الارهابي ده. ما تقولش على عمر كده.